السلام عليكم، انا محمد عبد الفضيل، خريج من جامعه الفيوم دفعه 2018. اتخرجت الحمد لله الاول على الدفعه، ودخلت سنه الامتياز في مارس 2019. خلال سنه الامتياز قدرت اني امتحن ستيب 1 وستيب 2 سي كي. دخلت ستيب 1 في شهر 9 2019 وجبت 266، وبعدها باربع شهور دخلت ستيب 2 سي كي وجبت 270، ده كان في شهر 2. وانا جاي النهارده علشان اكلمكم عن اليوسم الاي جورني عامه، وعن اليوسم الاي بريباريشن تحديدا، وازاي تجيب سكورز عاليه في الامتحانات سواء ستيب 1 او ستيب 2 سي كي. لكن قبل ما ابدا، انا حابب اني اشكر امطار وامطار تيم على كل المجهود اللي بيعملوه. ربنا ان شاء الله يتقبل منكم ويجعله في ميزان حسناتكم. وفي الحقيقة يعني أنا كنت أحب أني أكون موجود معاكم في مؤتمر لايف أو في توك لايف يعني، لكن نظرا للظروف اللي احنا بنعدي بيها ربنا يعديها على خير إن شاء الله، فأنا يعني جهزت برزنتيشن وهبدأ أتكلم عليه في سكرين ريكورد. أتمنى إن شاء الله تستفيدوا منه، وبالتوفيق ليكم جميعا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بقى الكلام عن اليوسمل اي جورني وعن خطة البريباريشن بتاعة الامتحانات سواء امتحانات ستيب 1 او 2 سي كي. الفترة اللي فاتت بعد ما خلصت الامتحانات جاني اسئلة كتير من ناس على الرسائل بيسألوا عن ازاي حضروا الامتحانات سواء ستيب 1 او 2 سي كي، ويعني الواحد كان متحمس جدا ان هو يعمل توك زي كده. لكن وانا بجهز واحط الكونتنت بتاع الكلام، فلقيت ان مفيش بريباريشن بلان واحده تنفع ان كل الناس يمشوا عليها، فقررت اني اقسم الكلام النهارده على 3 مراحل. اول مرحله اتكلم فيها عن الاكسبيرينس بتاعتي بشكل عام، هحكي كل المراحل اللي عديت بيها، وهشاور على كام نقطه يمكن وقعت فيها كان ممكن اعملها احسن من كده، وهشاور على كام نقطة عملتهم كويس ممكن انتوا تستفيدوا منهم. الجزء ده هيبقى مفيد جدا بالنسبة للناس اللي بدأت بالفعل في preparation plan ومشيت فيها شوية، فأنا مش عايزهم يعني يعيدوا من الأول، أنا عايزهم بس اللي هو يسمعوا أنا عملت إيه، ويشوفوا النقط اللي هم ممكن يستفيدوا منها يعني يطعموا بيها الـ experience بتاعتهم يعني. لكن فكرة إن هم يبدأوا من الأول هتبقى إلى حد ما تعطلهم شوية ومش هتبقى فكرة كويسة يعني. الجزء الثاني بقى هتكلم على نون كوندنسد استراتيجي او نون كوندنسد بلان، دي هتبقى مناسبه اكتر بالنسبه للناس اللي هم لسه بيدرسوا، الطلبه في كليه الطب سواء في المراحل الاولانيه في اولى وثانيه وثالثه ورابعه، او حتى في السنين الاخيره في 5 و6. وهقول لكم ساعتها هي ليه يعني حطيتها نون كوندنسد يعني. الجزء الثالث هتكلم فيه عن كوندنسد بلان او كوندنسد استراتيجي، ودي هتبقى مناسبة اكتر بالنسبة للناس في امتياز، او لو واحد جراديويت او بدأ الكارير بتاعه ومستعد ان هو يفضي فترة محددة عايز ياخد فيها اكتر كم من الامتحانات يقدر يذاكروا فيها يعني، او يقدر يعملوا فيها، فهحط له فيها يعني كوندنسد بلان بحيث ان هو يقدر يمتحن في 6 ل 9 شهور مثلا. لكن يعني قبل ما اتكلم عن البريباريشن، فانا مهتم جدا ان انا اتكلم عن البريباريشن ديسيشن نفسه. لازم الواحد يبقى محدد هو داخل على ايه، هل الباس واي بتاع اليوسمل ايه، وهو باس واي معقد جدا واصعب كتير من باث وايز تانية، هل ده هيبقى مناسب بالنسبه لك ولا لا. فالبريباريشن ديسيشن نفسه يعني انا مش هطول فيه، لكن هديلكم كام نقطه كده تفكروا فيها يعني. اول حاجه، هو احنا ليه بنمتحن الامتحانات اليوسمل اي، او ليه بنذاكر اليوسمل اي؟ الناس عامه يعني في مذاكره اليوسمل اي نوعين، نوع بيبقى نون ماتش اورينتد او مش مهتم قوي بحوار الماتش، هو مجرد ان هو بيذاكر علشان شويه معلومات اللي في المعادله، علشان هم بيعرضوا مثلا المعلومات بطريقه كويسه، وعلشان مذاكره المعادله في حد ذاتها يعني حاجه ممتعه يعني، اللي جرب بالنسبه للمنظومه التعليميه بتاعتنا وبالنسبه لطريقه الشرح عندنا بيلاقي ان الناس دول يعني الى حد ما الفيديوهات بتاعتهم تبقى الطف يعني. فبالنسبة للجروب ده اللي بيذاكر وهو مش حاطط في دماغه ان هو مش هيقدم على الماتش او مش عايز نيابة في امريكا، ما تحطش نفسك بريباريشن بلان، انت خليك يعني حر، وانت بتذاكر مثلا للكلية دور معاك على فيديوهات او على مصادر تانية من اليوسمل اي او حتى بره اليوسمل اي،
ويخليك يعني من غير استراتيجي او من غير بلان، مفيش مشكله. الكلام كله بقى هيبقى موجه للناس اللي هم ماتش مايندد او ماتش اورينتد وعايزين ياخدوا نيابه في مستشفى من مستشفيات اليو اس يعني. فبالنسبه لدول يعني عايز اوجه نظركم لكام نقطه. اول حاجه وهي نقطه مهمه جدا، ان في ناس بتفكر كالاتي: انت علشان تشتغل في امريكا انت محتاج ان انت تمتحن امتحانات المعادله وتجيب سكورات كويسه جدا. وفي الحقيقه الكلام ده يعني الى حد ما صحيح، لكن هو ناقص شويه. هو انت علشان تشتغل في امريكا فانت محتاج تقدم على حاجه بتحصل كل سنه اسمها الماتش، والماتش ده يشبه حاجه زي التنسيق بتاعنا بتاع الثانويه العامه. المستشفيات في امريكا كلها بتبقى فاتحه وظايف او برامج نيابه علشان دكاتره كتير من على مستوى العالم كله بيقدموا فيها، وبيتم فيها عمليه زي الفلتره كده، وبناء على العمليه دي في ناس بيمتشوا وبياخدوا وظايف، وفي ناس للاسف مش بيتوفقوا ومش بياخدوا نيابات. فانت علشان تقدم على الماتش انت لازم فعلا يبقى معاك امتحانات المعادله وتبقى ناجح فيها بسكورات كويسه، لكن يعني في حاجات تانية لازم تبقى مخططها كويس لو انت ناوي تقدم على الماتش. ايه الحاجات دي بقى؟ زي ما قلنا اول حاجة امتحانات المعادلة، ودول 3 امتحانات اساسيين: ستيب 1 وده بيمتحنك على البيزك ساينس او هاو تو ثينك از ا دكتور، ستيب 2 سي كي اللي هي كلينيكال نوليدج، وده بتبقى اكتر كلينيكال بتمتحنك هاو تو ديسايد از ا دكتور، ستيب 2 سي اس كلينيكال سكيلز ده امتحان عامل زي امتحانات الاوسكي بتاعتنا، بيبقى فيه بيبقى هو الامتحان ده بيبقى اصلا في امريكا نفسها، وبيبقى فيه زي عيانين بتاخد منهم هيستوري وتعمل فيزيكال اكزامينيشن، وبعد كده تكتب الكلام ده وتكتب الديفرنشال دايجنوزز بتاعك وكده، وده يعني بيمتحن فيه هاو تو اكت از ا دكتور. في امتحان رابع اسمه ستيب 3. ستيب 3 مش مطلوب منك علشان تقدم على الماتش، لكن الناس بتتكلم ان انت لو وقعت في اي امتحان من دول وعايز تعلي السي في بتاعك انت ممكن تاخد ستيب 3، او مثلا لو انت متخرج بقالك فتره طويله او عندك جابس فانت ممكن تاخد ستيب 3 بحيث ان انت تعوض الكلام ده. طيب الامتحانات دي كلها يعني اساسيه ومهمه علشان الماتش، لكن في النهايه هي بتمثل ضلع واحد من مثلث مشهور انت محتاجه علشان تقدم على الماتش. الدرعين التانيين هما اليو اس كلينيكال اكسبيرينس والريسيرش، انا مش هتكلم عنهم بالتفصيل يعني هقول نقط سريعه عنهم، لكن انت محتاج تبقى يبقوا في دماغك او تبقى مخطط لهم كويس، لان في حاجات منها انت محتاج ان انت تسافر علشان تعملها، فليه مثلا ما تسافرش تعمل ستيب 2 سي اس في نفس الفتره اللي انت هتعمل فيه اليو اس كلينيكال اكسبيرينس، او في حاجات تانية برضو انت يعني المفترض ان انت تعملها وانت طالب هتبقى احسن بالنسبه لك من لو عملتها وانت خريج. فكلام سريع يعني عن النقطتين دول. اليو اس كلينيكال اكسبيرينس دي عباره عن فتره تدريب بتقضيها في مستشفى من مستشفيات امريكا، ممكن تبقى شهر شهرين ثلاثه على حسب قدرتك الماديه وعلى حسب البرنامج اللي انت هتلاقيه. في منها انواع، اشهر نوعين يعني الالكتيفز والobservatorships. الالكتيفز دي بتبقى هاندز اون، بتروح تمد ايدك على العيان يعني بتساعد الدكتور هناك وكده، بس لازم علشان تقدم على الالكتيفز لازم تبقى طالب او امتياز، ما ينفعش تبقى خريج. اللي تنفع بالنسبه لك لو انت خريج هي الobservatorship. والobservatorship انت مجرد observer، بتبقى اقل في السي في من الالكتيف، لكن يعني هي الخيار بالنسبه لك الوحيد تقريبا لو انت خريج. في ناس بيتكلموا على هاندز اون وانت خريج اسمها اكسترنشيب، لكن ما عنديش عنها اي معلومات وهي حاجه نادره يعني مش بسمع عنها كتير. الحاجه الثالثه هي الريسيرش، والريسيرش هيبقى مهم بالنسبه لك لو انت ناوي تقدم على ريزيدنسي بروجرام في يونيفرسيتي بروجرام يعني مش كوميونيتي هوسبيتال. في يعني برامج نيابه معينه بتبقى طالبه اكستنسيف ريسيرش اكسبيرينس وكده. فالنقطتين دول يعني خطط لهم كويس من بدري علشان يعني تقدر تعملهم بطريقة كويسة. ملخص كلامي في النقطة دي قبل ما ندخل بقى على الاكسبيرينس وعلى البريباريشن وكده، ان اليوس من الاي باس واي يعني هو باس واي صعب ومحتاج حد يبقى مخطط كويس كل حاجة، لان في النهاية انت هتستثمر نفسك فترة وهتستثمر مجهودك وفلوسك ووقتك، فلازم تبقى حاطط النقط دي في دماغك. يعني هل المجهود اللي انا هبذله ده
هلاقي نتيجته، وهل النتيجة دي حاجة أنا فعلا عايزها ولا لأ. هل الفلوس، يعني الفلوس، هل الفلوس هتبقى مشكلة بالنسبة لي؟ في ناس بيتكلموا إن الطريق ده هياخد مثلا حوالي 15,000 دولار أو 20,000 دولار، يعني في كلام كتير وتقديرات كتير. ممكن تسمع برضو فيديوهات، في فيديوهات كتير على اليوتيوب بتتكلم على النقطة دي، وتعرف هي الفلوس هتبقى مشكلة بالنسبة لك ولا لأ. طب لو مشكلة، طب انا هتصرف فيها ازاي؟ في ناس برضو على اليوتيوب بيتكلموا في النقطة دي، ان انت ممكن تسافر مثلا فترة في الخليج او في اي دولة بره، تجيب شوية فلوس وترجع تكمل اليو اس باسوي. يعني الوقت، وده عامل مهم جدا في رحلة اليو اس باسوي بتاعتك. يعني لازم تبقى حاطط تايم لاين كويس، تبقى عارف انت هتقدم على انهي ماتش سيزون، لان زي ما انتوا عارفين القواعد بتتغير كل سنة. يعني او في حاجات هتتغير 2022، في حاجات الستيب 1 مثلا تبقى باس فيل او الكلام ده، ده هيأثر عليك ازاي، وتاخد انهي امتحان الاول، وهتعمل ايه في فترة الماتش ذات نفسها. يعني ماتش بياخد مثلا حوالي كام شهر او سنة، هل عندك جابس، هل كده. فالتايم لاين ده يعني مهم ان انت تبقى مخططه كويس قبل ما تبدأ في البريباريشن، لان في النهايه يعني بنلاقي ناس بيبذلوا مجهود جامد في ان هم يذاكروا المعادله ويدخلوا امتحانات ويجيبوا سكورات كويسه، لكن لانهم مش مخططين كويس فمش بيعرفوا ان هم يكملوا في الباث واي ده، او بيتفاجئوا بحاجات في الاخر. فنصيحتي ليك ان انت تفكر في الموضوع كباث واي على بعضه، مش امتحانات هتجهز لها كويس وتدخلها تجيب سكورز وبعد كده تسافر على امريكا. يعني هنبدأ بقى في الجزء الأول من كلامنا عن البريبريشن، اللي زي ما اتفقنا هحكي فيه الاكسبيرينس بتاعتي واللي حصل معايا. أنا بدأت ستيب 1 في سنة تانية لما واحد صاحبي عزيز عليا اقترح عليا إني أذاكر من كتب المعادلة ومن فيديوهاتها، وده لأني كنت محبط شوية في الفترة دي، لأن كنت حاسس إن أنا بذاكر حاجات ملهاش علاقة ببعض ومش بستفيد حاجة، يعني بقالي سنة ونص في الكلية وكده. ففعلا جبت فيديوهات كابلن وشوية فيديوهات كده حطيتها على الكمبيوتر، وكنت كل ما بذاكر مثلا تشابتر للكلية بفتح أبص على نفس التشابتر في الفيديوهات دي. بصراحة الفيديوهات كانت مبهرة بالنسبة لي في الوقت ده، لأن هم عندهم فكرة إن هو بيشرح كونسبت أنت ممكن تكون حاسس إن ملهاش علاقة ببعض، لكن يحطها لك في فريم كده فيطلع ان الموضوع يعني بيميك سنس، او ان الموضوع منطقي. فحسيت اني مستمتع بالفيديوهات بتاعتهم، وبدأت طول سنة تانية وتالتة ورابعة كل ما اخد حاجة للكلية مثلا بذاكر فيسيولوجي للكلية افتح فيسيولوجي من كابلن واسمع ده مع ده، اذاكر مثلا باثولوجي للكلية فكنت بسمع معاه باثوما وبحط النوتس بتاعته في كتب الكلية. يعني أنا طول فيز 1 دي اللي هي سنة تانية وتالتة ورابعة ما كنتش بشتغل في أي كتب من كتب المعادلة، يعني ما جبتش أصلا لا الفيرست ايد ولا كابلن ولا الكلام ده كله. بس بدأت أسمع فيديوهات وأحط النوتس في كتب الكلية، وفي الحقيقة أنا كنت معتبر إن أنا يعني أنا في الفترة دي كنت ماتش نون مايندد، أو مش بفكر بقى إن أنا هسافر أمريكا وكده، أنا مجرد إن أنا بذاكر من سورس تاني للكلية عادي. فكنت بس يعني ايه exploring the subject، او ببص على الناس دي بتشرح ازاي وكده. خلصت في الفترة دي كابلن فيديوز في كل المواد ما عدا الباثولوجي، سمعته من باثوما، وكنت بسمع دكتور نجيب في الحاجات اللي هي اللي فيها ايه مشاكل بالنسبة لي، زي النيورو اناتومي والاناتومي بتاع الهيد والنك، حاجات شوية حاجات في الريسبيراتوري فيسيولوجي وفي الكاردياك فيسيولوجي وكده. فدكتور نجيب يعني كنت حاطه على جنب الحاجات اللي هي ايه اللي هي صعبة في الفهم شوية. سمعت بعديها عن حاجة اسمها دكتورز ان تريننج او دي اي تي، هي فيديوهات ناس كتير بتحب تسمعها لان هي مختصرة شوية عن كابلن، لكن انا لقيت دمهم تقيل وما كملتش معاهم. يعني الكيو بانكس بقى، انا كل فيز كنت بحل فيه أسئلة جنب، يعني جنب الحاجة اللي أنا بسمعها أو كده. ففي الفيز ده كنت بحل كابلن كيو بانك، وكابلن وفكرة أصلا الأسئلة ساعتها كانت برضو جديدة بالنسبة لي، لأن أنا متعود إن إحنا لما بنحل إم سي كيو يا إما مش بنعرف الإجابة أصلا، يا إما بنعرف إن الإجابة كانت A أو B أو C أو D.
لكن فكرة ان الاسئلة تبقى learning tool وان السؤال نفسه تتعلم منه حاجة ويديلك explanation دي كانت جديدة بالنسبة لي. يعني مثلا في كابلن كان او في اليو والد بس او برضو او اي كيو بانك هما بيعملوا ايه، اللي هو بيديلك سؤال انت بتحله فبيقولك انت حليته صح وحليته صح او غلط، يعني وحليته صح ليه وايه اللي كان ممكن يتغير فتحله غلط والاجابات الغلط دي ليه مش صح وكده. فالموضوع كان جديد بالنسبة لي وكنت يعني كنت مستمتع في الفترة دي جدا بمذاكرة ستيب 1. علشان كده يعني وانا بتكلم بقول ان في ناس نون ماتش مايندد ممكن تكون بتمشي مذاكرة المعادلة من غير هدف، وده مش شيء كويس، يعني مش شيء وحش. يعني انا بشجعكم فعلا ان انتوا تكملوا في ده لان الفترة دي كانت مفيدة بالنسبة لي جدا على المستوى العلمي وعلى ان انت يعني تكون كونسبتس كويسة وصلبة تفيدك بعد كده. بعد ما خلصت بقى سنة رابعة بدأت في سنة خمسة، وبعتبر ان دي يعني كانت فيز تانية في تحضيري لستيب 1. الفيز دي بدأت لما اكتشفت ان انا كنت بذاكر طول الفترة اللي فاتت دي غلط لو انا عايز اذاكر للامتحانات الستيب 1. يعني كنت بذاكر غلط لاني كنت ماشي يعني subject wise او يعني بذاكر مواد مش systems. انا كنت بذاكر مواد زي ما بقول لكم اللي هو زي الكليه، يعني كنت باخد مثلا فيسيولوجي فبذاكر معاها فيسيولوجي للمعادله، باثولوجي فبذاكر معاها باثولوجي للمعادله. وبعدين كنت بسمع في مره دكتور اسمه دكتور ريمون وده بيشرح فارما في كابلن، فلقيته بيتكلم في نقطه يعني كانت منطقيه جدا بالنسبه لي اللي هي فكره الانتجريشن. هو كان بيتكلم ان احنا لما بندرس اي حاجه فانت محتاج ان انت تعرف التشريح او الاناتومي بتاعها علشان تعرف ان التشريح ده هيبقى مناسب ان هو يخلي السيستم ده يعمل وظيفة طبيعية اللي هي الفسيولوجي. الوظيفة دي لو حصل فيها خلل هتعمل مرض اللي هو الباثولوجي، والمرض ده بنعالجه بالأدوية اللي هي الفارما. فهو بدأ يحط في دماغي ان هي سلسلة يعني حاجات راكبة على بعض ما ينفعش ان انت تفصلهم. فبدأت أفكر إن لأ، المفروض يبقى المذاكرة systems مش subjects. يعني أخد مثلا cardiovascular أذاكر embryology و anatomy وبعد كده أذاكر الفسيولوجي بتاعه وبعد كده أذاكر الباثولوجي وبعد كده الفارما. فبدأت فعلا أغير طريقة مذاكرتي، وده كان في خمسة وستة كان مناسب بالنسبة لي لأن في الكلية أنا كنت باخد باطنة وأطفال وجراحة ونساء وكده، فمذاكرة السيستمز برضو خلتني ان انا اكمل الكلية مع مذاكرة المعادلة. يعني غير ان نقطة مثلا انتجريشن دي مهمة برضو في الامتحان لان الناس اللي بيحطوا الامتحان البورد اكزامينرز بيحطوا الامتحان وهم عايزينك تبقى انتجريتد. يعني هم ممكن يحطوا لك سؤال اجابته بتعتمد على نقطة من الفيسيولوجي مع نقطة من الباثولوجي، فباصوا فيسيولوجي مثلا او حاجة. بدأت بقى في الفترة دي عملت سبسكرايب للحسيني فيديوز وجبت الكتب بتاعته وبدأت أذاكر منها. وأنا هقف هنا شوية وهتكلم على نقطة يعني بيتبعت لي فيها أسئلة كتير، أخد كورس ولا ما أخدش؟ يعني أنا إجابتي هتبقى مختصرة جدا، لو أنت هتاخد الكورس علشان المادة العلمية اللي فيه فمش هتستفاد حاجة. يعني المادة العلمية موجودة في كل حتة ببلاش، في ناس كتير بيشرحوا يعني بطريقة بسيطة وحلوة ومن غير ما تحتاج ان انت تاخد كورس يعني مع حد. طب انت هتاخد كورس ليه؟ انت هتاخد كورس لو انت شايف ان انت عندك مشكلة مثلا في الكوميتمنت او ان انت مش هتلتزم لوحدك او عايز حد يتابع معاك او عايز حد تسأله على كل نقطة تبقى واقفة قدامك. فدي يعني انا شايف ان هي الحالة الوحيدة اللي انت تستحق ان انت تاخد كورس فيها. يعني طيب برضو فكرة الكتب بتاعت الحسيني وان انا ما كنتش بذاكر من الفيرست ايد وكده برضو بيتبعت لي فيها اسئلة كتير. يعني بصوا يا جماعة، هو الفيرست ايد هو الجولد ستاندرد بتاع ستيب 1 اكزام. يعني انا عايز اقول ان الامتحان غالبا مش هتلاقي منه سؤالين ثلاثة بره الفيرست ايد. مشكلة الفيرست ايد بالنسبة لي ان طريقة كتابته ما كانتش مناسبة على الطريقة اللي انا بذاكر بيها. يعني انا مش متعود ان انا اذاكر من جداول او مش متعود ان انا اذاكر حاجات متجمعه ومختصره بالطريقه دي. فكتب الحسيني بالنسبه لي كانت يعني اقرب للتكست. هو على فكره كتب الحسيني برضو متاخده من الفيرست ايد وحاطط عليها شويه حاجات من اليو وورلد وكده،
لكن طريقة كتابتها كانت مناسبة بالنسبة لي أكتر، فعلشان كده كنت بذاكر منها يعني. لكن بالنسبة لك يعني أنت مش هيفرق معاك أيا كان الكتاب اللي أنت بتذاكر منه، يعني ما فيش كتاب هيخليك تجيب درجة أعلى أو كده، لأن في النهاية أنت كده كده أي كتاب هتذاكر منه هتضيف عليه نوتس وفي الآخر كلها يعني بتنبع من الفيرست ايد، فمش هنروح بعيد يعني. فما تضيعش وقت كبير في حوار ان انا اختار الكتب والكلام ده. الكيو بانكس في المرحلة دي كنت بحل اليو والد اوف لاين سيستمز تايمد. يعني ايه بقى اليو والد، ويعني ايه سيستمز، ويعني ايه تايمد؟ اليو والد ده هو كويتشن بانك، ويعتبر برضو من الحاجات الاساسية جدا في التحضير بتاع اي حد لستيب 1 او 2 سي كي. اليو وورلد يعني هو شبه الامتحان جدا، انت بتدخل تلاقي الامتحان الاسئله بتاعته كانك بتحل بلوك في اليو وورلد. يعني ايه بقى سيستمز، ويعني ايه تايمز؟ اليو وورلد ممكن يتحل بكذا طريقه. ممكن تحله مثلا سبجكتس، يعني تحل الفسيولوجي فتحل الاسئله بتاعت الفسيولوجي كلها، وبعد كده الاناتومي تحل الاسئله بتاعت الاناتومي كلها وهكذا. ممكن تحله سيستمز اللي هو تحل الكارديو فاسكولار، اسئله الكارديو فاسكولار تحل الاناتومي بتاعها، بعد كده الفسيولوجي، بعد كده مش عارف ايه الى اخره يعني. وممكن تحله كمان راندوم. راندوم ده اللي هو بيجيب لك اسئله، يعني بيجيب لك بلوك 40 سؤال من سيستمز مختلفه وسبجكتس مختلفه. تحل ايه امتى؟ لو انت بتذاكر سبجكت حل سبجكت، لو انت بتذاكر سيستمز فحله سيستمز. لو انت قبل الامتحان وعايز تعود نفسك على اسلوب الامتحان فلازم تحله راندوم. ايه بقى الفرق ما بين تايمد وتوتر؟ تايمد وتوتر دول اتنين مودز ممكن تحل بيهم اليو والد. لو عملت اليو والد توتر هيجيب لك السؤال، تحل السؤال، تعمل سبميت، هيطلع لك الاجابه في نفس الوقت. فتقدر تقرا الاكسبلانيشن بتاع السؤال ده وتعرف انت حليته صح او غلط وليه وكده. تايمد ده مود تاني بيجيب لك 40 سؤال على بعض في بلوك. ال 40 سؤال بتحلهم في ساعه، فبتعود نفسك اللي انت تبقى دايما حاطط الوقت في دماغك وكده. وبعد ما بتخلص ال 40 سؤال على بعض بيفتح لك ال 40 اجابه بتاع ال 40 سؤال. فهو شبه الامتحان، شبه اللي بيحصل في الامتحان اكتر. فعلشان كده يعني بقول لو انت بتحل اليو وولد في اول التحضير بتاعك زي الفتره اللي انا كنت فيها، المفروض تحله توتر مش تايم. لان مشكله التايم ان انت لما بتوصل للسؤال رقم 40 بتبقى نسيت العشر اسئله اللي في الاول اصلا كانوا بيقولوا ايه. فلما تيجي يطلع لك الاجابات بتاعتهم مش هتبقى مركب الاجابه على السؤال قوي، فمش هتبقى مركز يعني. انما في نهايه المعادله، يعني في نهايه التحضير بتاع يعني بتاع المعادله، بتبقى عايز اكتر ان انت تعمل تعود نفسك على ستايل الامتحان وكده، فيبقى احسن لك ان انت تحله تايمد. فدي فكره تايمد وتوتر. خلصت بقى سنة ستة وخلصت معاها فيز اتنين من مذاكرتي لستيب ون، وبدأت فيز ثري. فيز تلاتة دي كانت بداية الديديكيشن بيريود بتاعتي، كانوا 5 شهور في بداية الامتياز. أنا بدأت امتياز في 3 2019، قلت هبدأ 5 شهور مش هعمل أي حاجة غير إن أنا أذاكر ستيب ون. من أول ما تاخد قرار إن أنت هتبدأ الديديكيشن بتاعك للستيب، يعني المفروض تبدأ تفكر في حاجة تانية غير البريباريشن، وهي شغل الروتين أو شغل حجز الامتحان بقى وكده. فأنا مع بداية الفترة دي بدأت في حاجة اسمها الـ ECFMG ID، وده حاجة أنت بتعملها مرة واحدة، هي والنوتري كام بتعملها مرة واحدة قبل، يعني قبل ما تبدأ أول امتحان سواء ستيب 1 أو الـ 2 سي كي. مش بتكررها في كل امتحان، يعني مش زي حجز الامتحان. بتكلف حوالي 145 دولار، وبتاخد اسبوعين او اسبوعين وشوية علشان تخلص يعني. بس فيعني هو شغل الروتين مش صعب، لكن بياخد وقت شوية، فلازم تبدأه بدري اول ما تقرر ان انت هتبدأ يعني تبقى dedicated وكده. طيب في بداية بقى فيز 3 دي اكتشفت سورس انا شايف ان هو يعني الموست كوست افكتيف في التحضير، وشايف ان هو من احسن السورسات اللي انت لازم حتى لو بتذاكر من اي سورس تاني لا لازم تبص عليها قبل الامتحان. اسمه بورز اند بيوند، وده يعني فيديوهاته مختصرة جدا بالنسبة لكابلن، وفي نفس الوقت يعني تو ذا بوينت، وفي نفس الوقت
بيفهم جدا، وبالنسبه لي يعني في رايي من حاجات الاسنشال في التحضير بالنسبه لاي حد في ستيب 1. طبعا كنت بذاكر على نفس الكتب اللي انا كنت بذاكر منها من اول بتاع الحسيني، ولحد دلوقتي ما كنتش ذاكرت بايو قبل كده خالص، يعني ما كنتش حابب ان انا اذاكره في فيز 1، ما كنتش بحب البايو قوي. فهنا بدات اول مره ان انا اسمع فيديوهات البايو، سمعت دكتور ريمون اللي انا كنت بكلمكم عنه بتاع الفارما اللي كان بيشرح في كابلن، لقيت فيديوهات ليف بيكر بيشرح فيها بايو جنب الفيديوهات بتاع بورس اند بيوند. يعني بالنسبه للناس اللي عندهم مشكله في البايو هيستفيدوا جدا من فيديوهات دكتور ريمون بتاع البيكر دي. كنت بحل برضه في الفتره دي ريو وورلد تاني مره. ريو وورلد على فكره انت حله على قد ما تقدر، لان هو يعني من الحاجات اللي فيها كل يعني اغلب الكونسبتس اللي بتتسال في الامتحان هتلاقيها بتتسال في اليو وورلد مره واثنين وثلاثه، فكل ما تحل اليو وورلد كل ما هيبقى احسن بالنسبه لك. حليته بقى المره دي سيستمز توتر. انا قلت لكم على نقطه توتر وتايم دي، فالمره دي يعني صلحت الغلطه اللي انا كنت وقعت فيها في الاول. اول ما خلصت ال5 شهور دول كنت خلصت بقى كل التحضير بتاعي والمفروض ان انا جاهز للامتحان وكده، فعملت ام بي ام اي. الام بي ام اي دي يعني امتحان شبه بيحطوا نفس الناس اللي بيحطوا امتحان المعادله، هو بيبقى 4 بلوكات بس مش 7، وبيبقى assessment tool. يعني انت بتحل ام بي ام اي فبتجيب فيه مثلا 230، يبقى انت غالبا هتجيب في الامتحان من 220 ل 240. يعني هو بيبريدكت السكور بتاعك. فاول ما خلصت الديديكيتد بيريد بتاعتي دي حليت الام بي ام اي، حليته اوف لاين وغلطت في 15 سؤال تقريبا من ال 200. ف يعني قلت ان انا كده لا غالبا هبقى كويس، يعني ان انا هبقى جاهز للامتحان بعد فترة قريبة. فرحت فتحت اليو وولد، فتحته لمدة شهر وعملت بقى بدأت الاكزام ابليكيشن بتاعي. فكرة ان انت تحجز الامتحان امتى؟ بص يعني وقت ما تحس ان انت جاهز اول حاجة اعمل اسيسمنت وبعد كده احجز الامتحان. حجز الامتحان بياخد فترة، بياخد 2 3 او شهر، يعني بتختلف، لكن يعني اعمل حسابك ان انت يعني قبل ما تحس ان انت جاهز للامتحان بشهر ولا حاجة ابدأ بقى ان انت تحجز الامتحان، يعني تخلص الابليكيشن. بس بدأت بقى مع من اول ما حجزت اليو وولد، من اول ما فتحت اليو وولد اونلاين بدأت فيز 4. فيز 4 دي كانت 6 اسابيع، شهر ونص، شهر منهم كنت قاعد على اليو وولد. وانا كنت عايز اخلص اليو وورلد كله في شهر، اللي هو 3000 سؤال في شهر. فكنت باخد 3 بلوكات في اليوم، كل بلوك بياخد الاسئله بالاكسبلينيشن بتاعته، كان بياخد مني حوالي 4 ساعات. فكنت بقعد في اليوم 12 ساعه بذاكر. دي كانت اطول عدد ساعات يعني كنت بذاكره في طول فتره التحضير للمعادله اللي هو الشهر بتاع اليو وورلد. لكن الشهر ده بالنسبه لي كان مهم، لان هو يعني ساعدني ان انا كوندنس كل حاجه في شهر. كنت بحل اليو وولد في الشهر ده راندوم تايمد، راندوم يعني بحل البلوك فيه كل الأسئلة، وتايمد يعني البلوك كله على بعضه في ساعة زي ما هيجي في الامتحان. يعني طول الفترة دي بقى كنت كل يوم خميس بحل ام بي ام اي كأسسمنت يعني، ويوم الجمعة كامل كنت براجع فيه الام بي ام اي ده. بعد الشهر بتاع اليو وورلد ده فتحت اونلاين ام بي ام اي، يعني حليت اونلاين ام بي ام اي وجبت فيه 260. فال 260 دي كانت الدرجه اللي انا كنت مترجتها يعني. فاول ما طلعت الدرجه بتاع الاونلاين ام بي ام اي ده رحت عملت بقى ايه اكزام سكيدجولينج. انا نسيت اقول ان في الاكزام ابلكيشن اللي هي الخطوه اللي هنا دي، الاكزام ابلكيشن ده انت مش بتحجز يوم الامتحان، انت بتحجز 3 شهور هتمتحن خلالهم. فانت مش لازم تبقى يعني مش لازم من الاول تبقى مقرر انت هتمتحن يوم ايه. اول ما تحس ان انت جاهز او هتبقى جاهز قريب ابدأ الاكزام ابلكيشن بتاعتك. بعد كده يعني لما تعمل بقى اونلاين ام بي ام اي وتلاقي نفسك جبت التارجت سكور بتاعك تبدأ تعمل تحدد اليوم بالظبط اللي انت هتحجز فيه الامتحان. مشكلة القصة دي ان انت ممكن ما تلاقيش اليوم اللي انت عايزه في البروميتريك هنا في القاهرة يعني. ف
فانا فعلا لما جيت في الفتره دي احدد اليوم، لقيت اقرب يوم بعديها بحوالي 17 يوم. يعني انا كنت عملت الاونلاين ام بي ام اي يوم 1/9، لقيت اقرب يوم هو 17/9 فحجزت عليه. فكده كان فاضل لي حوالي اسبوعين، يعني ما عنديش حاجه اعملها. فرحت جبت الفيرست ايد، لان انا كنت قلقان ان انا يعني كل الناس بتذاكر من الفيرست ايد وانا مش وانا ما فتحتهوش قبل كده وبتاع. فجبت الفيرست ايد في اخر اسبوعين وبدات اقرا فيه. وزي ما قلت لكم يعني انا ما كنتش حابب اسلوبه في الاول، لكن لما ذاكرت كل حاجه وحليت الام بي ام ايز وحليت اليو والد وكده، كانت فكره ان انا بقى بعد كده اقرا حاجه مختصره، كنت يعني كنت كانت فكره لطيفه بالنسبه لي يعني. فاخر اسبوعين يعني الفيرست ايد كان كويس بالنسبه لي فيهم، قريته كله. بعد كده بقى ايه، دخلت الامتحان. الاكزام داي اكسبيرينس بقى، يوم 17/9 رحت البروميتريك علشان امتحن، وكنت عامل شوية تحضيرات بقى في قبليها باسبوعين. يعني قبليها باسبوعين انا كنت بذاكر بالليل، رحت قلبت اليوم فبقيت بنام بالليل في نفس الميعاد اللي انا هنام فيه قبل الامتحان، وبقيت بصحى كل يوم الساعة 6 الصبح زي ما اصحى يوم الامتحان، علشان اعود نفسي يعني على الريزم ده يعني. وبعدين قبل الامتحان بيومين وقفت كل المذاكره، يعني جاست ريلاكسيشن. ودي نقطه مهمه جدا، ان انت لازم تريح نفسك قبل الامتحان بيوم او بيومين. صدقوني يعني مش هتفرق معاك قوي اليوم ده، لكن تريح نفسك او على الاقل حتى تريح عينك، لان انت هتقعد قدام شاشه الكمبيوتر 7 ساعات او 8 ساعات، فلازم تبقى مريح نفسك كويس قوي. الليلة اللي قبل الامتحان نمت كويس، يعني ما احتجتش ان انا اخد منومات والكلام اللي هو في ناس بيقولوا ان انت لازم تاخد مثلا بيتا بلوكر او كافيين بيلز او مش عارف انتي ديبريسنت وحاجات كده. يعني انا مش بنصح بالكلام ده ابدا بصراحة. انت بس عود نفسك ان انت تنام كل يوم في نفس الميعاد علشان تبقى سهل ان انت تنام ليلة الامتحان. رحت طبعا البروميتريك، كان ميعاد المفروض ان انا اروح الساعة 9، رحت الساعة 7:30، وهم خلوني ان انا ادخل بدري ساعة، فيعني خلصت بدري ساعة عن الميعاد اللي انا كان المفروض اخلص فيه. طبعا ده احسن شوية، لان انت برضو ايه، انت مش عايز تستهلك نفسك يوم الامتحان، يعني كل ما تدخل بدري كل ما يبقى احسن. فروح البروميتريك بدري لو انت حاجز، ما تروحش الساعة 9، روح 7:30، روح 8، هم اول ما يفتحوا هيخلوك تدخل يعني. الاكزام روم نفسها كانت كويسة، كانت هادية، ما احتجتش. كان في ناس بيقولوا ان انت هتحتاج تجيب يعني زي ايربادز او حاجة تحطها في ودنك علشان ما تسمعش. هم هناك عندهم حاجة زي كده، وهو عامة المكان كان هادي والجو كان كويس، والاسئلة عامة كانت حلوة يعني، ما كانتش صعبة. كان في أسئلة اللي هو بتشوفها انت بتتخض، لكن يعني مش كتير يعني. في بقى نقطة مهمة جدا وهي فكرة البريكس. انت امتحان ستيب 1 بيبقى 7 بلوكات، كل بلوك بياخد ساعة، تمام؟ وعندك ساعة بريكس، يعني ممكن تقسمهم تاخدهم ما بين البلوكات زي ما انت حابب. فالنقطة دي لازم تكون انت معود برضو نفسك عليها في التحضير، ولازم تبقى مقسم البريك قبل ما تدخل الامتحان علشان الوقت ما يسرقكش. فانا كنت عملت يعني البلان دي، ان انا باخد الفيرست بلوك وبعد كده 5 دقايق في على الكرسي مكاني ما بطلعش بره، وبعد كده باخد البلوك رقم 2، وبعد كده باخد ربع ساعه بريك. الربع ساعه دي بطلع فيها بره، تدخل الحمام لو عايز تاكل حاجه براحتك يعني. وبعد كده يعني ده اول وتاني بلوك. بعد كده كنت بكرر ده في ثالث ورابع بلوك، يعني بعد الربع ساعة خدت ثالث بلوك، وبعد كده 5 دقايق برضو في الكرسي مكاني، وبعد كده رابع بلوك، وبعد كده خدت ربع ساعة تانية خرجت بره. بعد كده كان فاضل لي يعني 20 دقيقة، أخدتهم بعد البلوك الخامس، أخدت 10 دقايق طلعت فيهم بره غسلت وشي وكده، وبعدين البلوك السادس، وبعد كده أخدت 10 دقايق برضو طلعت بره، وبعد كده رجعت أخدت آخر بلوك. يعني أنت مش لازم تعمل ده، انا ده كان يعني كنت متعود عليه وكان بالنسبه لي كويس، لكن انت اهم حاجه ان انت تبقى متعود على حاجه وتبقى مجهز خطه للبريكس في يوم الامتحان. بعد بقى كده كان يوم انا امتحنت يوم 17/9،
يوم 9 اكتوبر طلع لي السكور الريبورت، بعديها يعني تالت اربع بعد الامتحان، او بالنسبه لي انا كان رابع اربع لان انا امتحنت اصلا يوم تلات، فاول اربع ده ما كانش محسوب. فبتعدي اول اسبوع، تاني اسبوع، تالت اسبوع، طبعا التلات اسابيع دول يعني انت بتقعد بقى اوفر ثينكينج بقى وكده. لكن لما شفت السكور بصراحه لا يعني كان بالنسبه لي برضو حاجه رقم كبير يعني الحمد لله، فربنا وفقني يعني الحمد لله. اليوم اللي طلع بقى فيه السكور ريبورت، بصيت على على التايم لاين اللي انا عامله لنفسي. انا كنت كلمتكم اللي هو كل واحد في اليو اس باث واي لازم يبقى عامل تايم لاين وعارف هو هيعمل كل حاجه كل خطوه امتى وكده. فلقيت ان انا من 9 اكتوبر لحد نهايه الامتياز بتاعي قدامي 4 شهور وحوالي 20 يوم، المفروض ان انا اخلص فيهم يعني السي كي. فقررت ان انا اخد ال20 يوم اجازه. وانا عايز اتكلم في النقطه دي، ان لو انت يعني هتدخل في البريباريشن بتاع الستيب 1 او 2 سي كي، لازم تبقى بتعرف تاخد اجازات كويس، لازم تبقى بتعرف تريح كويس، لان الطريق طويل وممل. فلو مش بتاخد اجازه كافيه هتلاقي نفسك اللي هو البيرن اوت، او مش قادر تكمل، او ستريسد، او مش بتأدي بكامل كفاءتك. فمن يوم 9 اكتوبر لحد 1/11 ما ذاكرتش اي حاجه، ومن اول بقى 1/11 لحد نهايه الامتياز نهايه شهر 2 كان فاضل لي 4 شهور قررت ان انا هاخد فيهم الستيب 2 سي كي. وما كنتش ناوي ان انا ازود عن ال4 شهور دول اي حاجه، يعني كنت ناوي باي طريقه ان انا اخلص السي كي في ال4 شهور دول، لان على اي حال انا كنت تعبت اصلا من يعني انا كنت مخلص امتحانات سنه 6 من كام شهر، وبعد كده قعدت حوالي 6 شهور او 7 شهور بذاكر الستيب 1 مذاكره جامده جدا. فيعني كنت خلاص اللي هو تعبت، فقررت ان انا بعد ال4 شهور دول مش يعني مش همد او مش هطول في السي كي اكسبيرينس. فهي بالنسبه لي اصلا كانت كوندنسد، والسي كي عامه يعني مش محتاجه بلاننج عالي قوي، لان هي في النهايه المصادر بتاعتها يعني كلها بتؤدي نفس الغرض. وفي النهاية هي بتعتمد على الـ يعني الستيب 2 سي كي بريباريشن غير ستيب 1. يعني ستيب 1 لحد ما في الفيرست ايد وفي فيديوهات كتير وبتاع، ال 2 سي كي انت بتعتمد اساسا على اليو وولد، باقي الحاجات جنبيها كده اللي هو انت ايه بتكمل على اليو وولد او بتحط نوتس زيادة او كده يعني. فستيب 2 سي كي بدأت معايا فيز 1 كان شهرين، نوفمبر وديسمبر. كنت برضو اللي هو ببص على المواد كده بشكل عام. الشهرين دول سمعت فيهم فيديوهات يعني حلوة جدا اسمها اونلاين ميدد، ودي يعني مفتوحة اونلاين فور فري. ويعني الفيديوهات غير كمان ان هي مفيدة للامتحان، فالفيديوهات ممتعة. يعني اول مرة اشوف اصلا حوار ان في حد بيشرح ب ابروتش تو كذا، او ان هو احنا هنعمل كذا فلو طلعت النتيجة بتاعت التست ده بوزيتيف هتعمل كذا، إذا طلعت نيجاتيف هتعمل كذا. فكرة هاو تو ديسايد وهاو تو يعني بروسيد في الانفستيجيشنز وفي المانجمنت دي كانت حلوة جدا، وفي نفس الوقت مهمة للامتحان، لأن دايما هتلاقي امتحان ستيب 2 سي كي عكس ستيب 1. يعني ستيب 1 بيسأل على بيزك نوليدج، فهتلاقيه بيسألك على معلومة معينة. ستيب 2 سي كي هو بيسأل أكتر عن وات ذا نيكست ستيب، انت هتعمل ايه الخطوة الجاية، هل تكمل في الانفستيجيشنز ولا تبدأ علاج، وهل العلاج ده يعني urgent ولا ممكن تأجله شوية. فاونلاين ميدد فيديوز كانت كويسة جدا في الحتة دي. كنت بذاكر طبعا على الكتب برضو الحسيني بتاع ستيب 2 سي كي، وحطيت عليها شوية نوتس من اونلاين ميدد. يعني كنت بظبط شوية ابروتش برضو على الكتب دي. في الفترة دي كنت بحل في اليو والد سيستمز توتر، ودي كانت الفيرست راوند بتاعت اليو والد في السي كي. بس طبعا لان بقول لكم يعني في الفترة دي انا كنت فعلا تعبت من المذاكرة، فما كملتش الراوند دي، يعني حليت نص اليو والد بس، وبعد كده بطلت احله وبقيت بس بسمع الفيديوهات وبحط النوتس في الكتب بتاع الحسيني. خلصت الـ في الشهرين دول خلصت كل المواد بتاعت الـ 2 سي كي. كنت بذاكر بسرعة يعني، او بسمع الفيديوهات بسرعة. اول ما خلصت رحت عملت اوفلاين ام بي ام اي، طلع برضو عندي حوالي من 13 ميستيك او حاجة.
فقلت خلاص كده كويس، فرحت فتحت اليو والد لمدة شهر وعملت الاكزام ابليكيشن. طبعا الاكزام ابليكيشن هنا انت برضو بتحجز 3 شهور هتمتحن فيهم، يعني مش بتحدد اليوم. وبدأت بقى فيز 2. فيز 2 اللي هي كانت شهر كامل قاعد على اليو والد، نفس الفكرة ان انا بحل اليو والد كامل في شهر، فانا محتاج ان انا احل 3 بلوكات في اليوم، كل يوم 120 سؤال، 12 ساعة مذاكرة، وبقرا الاكسبلانيشن بتاعتهم كلهم. طبعا انت لازم تبقى مركز قوي وانت بتقرا الاكسبلانيشن بتاع اليو والد، ان هو بيشرح، يعني بيشرح كونسبتس مهمة، ومن الكونسبتس دي بتبدأ تاخد النوتس اللي انت عايز تزودها على المصدر اللي انت بتذاكر منه. فده كان شهر يناير 2020، كان بالنسبة لي ديديكيتد تماما لليو والد. اليو والد في ستيب 2 سي كي من اهم الحاجات اللي ممكن تذاكرها، يعني هي ستيب 2 سي كي بتعتمد على اليو والد اكتر من اي كتاب تاني. وزي ما انا كاتب هنا اللي هو اليو والد يعتبر ليرنينج تول مش اسيسمنت تول. يعني في برضو اللي هو الناس اللي بتسأل دايما، هو انا بجيب في البلوج بتاع اليو والد 60% او 70%، يبقى ده كده انا هجيب في الامتحان كام؟ ما تفكرش كده ابدا وانت بتحل اليو والد. يعني انت فكر ان انت تكون بتعلى عن امبارح، او ان انت تكون مستواك مش بينزل. انما بتجيب كام مش هتفرق كتير، لان كده كده انت هتحل اليو والد كذا مره، وكل مره هتبدا يعني هيبدا الموضوع يعلى يعني معاك. خلصت اليو والد في شهر يناير، وفي نهايه يناير رحت بقى عملت الاونلاين يو والد سيلف اسيسمنت. الام بي ام ايز في ستيب 2 سي كي انا شايف ان هي مش بريدكتيف قوي، يعني انا شايف ان هي طالع ونازل، او مش يعني مش بتبريدكت زي ستيب 1. فاليو والد سيلف اسيسمنت اقرب حاجه، يعني انا شفت ان هي اقرب حاجه للامتحان، وهي اكتر حاجه بريدكت. يعني عملت اونلاين يو والد سيلف اسيسمنت 1، وتاني يوم رجعته، وبعد كده عملت يو والد سيلف اسيسمنت 2. جبت في اول واحد 273، وفي تاني واحد برضو جبت 273. فقلت ان كده كويس، انا هبدأ بقى ايه احجز اليوم. لما جيت بقى احجز اليوم في البروميتريك، لقيت ان اقرب ميعاد بعد شهر. انا كنت عملت اليو والد سيلف اسيسمنت في اول فبراير، لقيت ان اقرب ميعاد كان 29 فبراير، فكان قدامي شهر كامل اللي هو انا مش عارف انا هعمل فيه ايه. وكنت مقلق ان يعني المعلومات تتسرب مني، او ان انا انسى او كده. فقررت ان انا هعمل شوية ماتيريالز يعني الناس بيتكلموا عنها، لكن هي يعني low yield materials بالنسبة للريو وورلد. يعني كان اول حاجة بدأت عملتها، وهي على فكرة يعني لا انا بنصح بيها، ان هي تبقى ضمن الخطة بتاعتك في 2CK، هو الريو وورلد بتاع ستيب 3. الريو وورلد بتاع ستيب 3 يعني بي سوليديفاي او بيزود الأريحية بتاعتك وانت بتحل الستيب 2 سي كي. في حاجات في اليولد بتاع ستيب 3 اهم من حاجات تانية. يعني انا شفت مثلا البلوكس بتاع الانفكشوس ديزيزز مهمة، يعني بيتسأل فيها كتير في الامتحان بتاع ستيب 2 سي كي، وبتنمي فكرة البريفنتيف ميديسن، الفاكسينيشنز والحاجات دي بيتسأل عليها كتير في الامتحان، وهي مشروحة كويس في اليو وورلد 3. في برضو حاجة مثلا زي السايكايتري في يو وورلد 3 كانت كويسة جدا. الاستاتستكس والابيديميولوجي في يو وورلد 3 كانت كويسة جدا. بس في يو وورلد 3 يعني لو قدرت تعمله في البريباريشن بتاع 2 سي كي هيبقى كويس قوي بالنسبة لك. يعني في بقى السي ام اس، السي ام اس دي فورمز معموله لحاجه اسمها شيلف اكزامز، يعني هي مش معموله اصلا علشان ستيب 2 سي كي، بس هي معموله عن طريق الام بي ام اي اللي هم اصلا بيحطوا الامتحان. ففي ناس بيقول ان لازم بيتحلوا، لكن يعني انا لما جيت حلتهم ما لقيتش ان فيهم اي حاجه زياده او اي حاجه مش موجوده مثلا في اليو وورلد او كده. لكن على اي حال يعني انا كان عندي وقت وخلاص انا بحلها وخلاص، وكانت يعني مش هتضرني، على الاقل اللي هو بفتكر المعلومات تاني. عملت برضو الام بي ام ايز اللي ما كنتش لسه عملتها، كان عندي ام بي ام اي 4 و7، عملتهم برضو في الفترة دي.
وبعد بقى 29 يوم في الفيز دي او 28 يوم برضو كنت جاهز للامتحان. ستيب 2 سي كي اكزام داي اكسبيرينس برضو عملت نفس الحاجات اللي انا كنت عملتها قبل ستيب 1 اكزام داي. قبليها باسبوعين او 3 اسابيع بدأت برضو اللي هو اعدل اليوم، اذاكر في النهار وانام بالليل. بدأت قبليها بيومين او يوم ونص ابطل مذاكرة تماما وكده. الامتحان نفسه بقى بتاع ستيب 2 سي كي يعني امتحان مزعج جدا، يعني الامتحان مليان تويستات. هو بيدي لك سؤال انت حاسس ان السؤال انت عارف اجابته، لكن في اخر السؤال يدي لك نقطة كده اللي هو يلخبطك شوية، او مثلا بدل ما السؤال عادي يقوم حاطط مثلا نفس الكيس في واحدة بريجننت، فيبقى الاجابة اللي انت في دماغك مش هتنفع. دايما هتبقى في الامتحان ده uncertain او حاسس ان انت شاكك في كل الاجابات اللي انت بتحلها. يعني انا فعلا طلعت من الامتحان ده انا مش عارف، انا ممكن اجيب 210 وممكن اجيب 280. فالامتحان لا يعني الامتحان نفسه صعب، والسي كي عكس ستيب 1 في النقطة دي. يعني ستيب 1 التحضير بتاعها صعب جدا، المذاكرة بتاعتها طويلة جدا، لكن الامتحان في الاخر بتحس ان هو سهل او ما مش صعب. يعني السي كي بقى لا، يعني المذاكرة بتاعتها بتخلص بسرعة والى حد ما سهلة، لكن الامتحان نفسه لا، بتحس ان كل الاجابات بتنفع وتحس ان انت مش حل حاجة صح ابدا. يعني بالنسبة بقى للبريكس بتاع ستيب 2 سي كي، الفرق بينها وبين ستيب 1 ان هي بتزيد بلوك. فانا عملت نفس اللي انا عملته في ستيب 1، بس يعني الفرق ان انا اخدت اول 2 بلوكس يعني باك تو باك، او ما اخدتش ما بينهم بريكس خالص. فاخدت اول وتاني بلوك مع بعض، وبعد كده اخدت 5 دقايق، وبعد كده اخدت بلوك رقم 3 تمام، وبعد كده ربع ساعة بقى طلعت فيهم برا، وبعد كده اخدت البلوك رقم 4، وبعد كده برضو 5 دقايق في مكاني، وبعد كده البلوك رقم 5، وبعد كده اخدت ربع ساعة برا. بعد كده كان فاضل لي برضو تلت ساعة. بعد البلوك السادس أخدت 10 دقايق طلعت فيهم برا، وبعد البلوك السابع أخدت 10 دقايق برضو في الاستراحة برا. بعد كده أخدت البلوك الأخير وخلصت الامتحان. امتحان ستيب 2 سي كي صعب في كل حاجة، يعني حتى الوقت بتاعه بيزيد ساعة عن الستيب 1. فاليوم ده لا يعني كان فعلا يوم صعب عليا. شكيت ان انا ممكن فعلا في احتمالية ان انا اسقط في الامتحان ده. انا بقول الكلام ده لان انا كنت برضو قريت ناس اتكلمت على الاكزام داي بتاع ستيب 2 سي كي، وكلهم كانوا بيشتكوا من نفس الموضوع. فلما طلعت رغم ان انا عارف ان انا يعني مش حالل كويس، بس كنت مطمن شوية لان الناس كلها بتقول كده. فلا بجد يعني لو طلعت من السي كي اكزام حاسس ان انت حالل وحش، ما تقلقش، انت في الاخر برضو اللي هو زي ما بيقولوا trust your trends، او خليك واثق ان انت الاسسمنت غالبا ان شاء الله لا هتعمل زيها. يعني بس ستيب 2 سي كي سكور ريبورت ظهر يوم 18 مارس. انا كنت امتحنت يوم 29 فبراير، بعديها بحوالي 18 يوم ظهر السكور ريبورت بتاع ستيب 2 سي كي. لما لقيت برضو ال 270 بالنسبة لي كان خبر مبهج جدا. يعني في النهاية انا كنت شاكك في حالي جدا، ف يعني كانت حاجة جميلة والله الحمد لله، يعني ربنا وفقني. وبكده يعني اكون خلصت كلام عن ماي اكسبيرينس. يعني انا شرحت لكم اللي حصل معايا من اول ما بدأت مذاكرة في سنة تانية لحد ما خلصت ستيب 2 سي كي في اخر الامتياز. الجزء اللي فاضل في الكلام النهاردة مش هيبقى كتير، لكن هو جزء مهم جدا لانه بيجاوب على اكتر سؤال بيتسأل بالنسبة لي يعني في الرسائل. وهو انا دلوقتي واحد يعني ما بدأتش اي حاجة وعايز اجهز USMLE او للمعادلة، المفروض ابدأ ازاي او اعمل ايه؟ والسؤال ده كان دايما يعني محير بالنسبة لي، لان في متغيرات كتير هتحدد الـ preparation plan بتاعتك. لكن يعني
بقى دايما تبسيطا يعني بسأل سؤالين، هو انت ماتش مايندد ولا لأ؟ فلو انت بتذاكر بس من اجل المذاكرة ما تحطش اي بلان زي ما اتكلمنا، وخليك يعني حر في السورس بتاعتك وفي الوقت. انت كده كده يعني ما تضغطش على نفسك، ممكن تمشي مثلا مع الكلية او كده. لو انت ماتش مايندد برضو زي ما اتكلمنا، اللي هو فكر شوية في الديسيشن بتاعك، شوف بقية الحاجات اللي انت المفروض تعملها، وفكر في الموضوع كباثوي مش كمذاكرة او كامتحانات بس. ابدأ فكر هتعمل امتى اليو اس كلينيكال اكسبيرينس، وهتعمل امتى الريسيرش بتاعك. ابدأ فكر في الفلوس وفي التايم لاين، هتقدم على الماتش امتى. خطط لنفسك كويس جدا قبل ما تبدأ في البريباريشن. طيب خلاص، انا ميديكال ستودنت تمام، وعايز ابدا بريباريشن للامتحانات، وفكرت في كل حاجه، ويعني وخلاص انا واقف على نقطه ان انا عايز يعني احضر للامتحان. هقول لك، لو انت ميديكال ستودنت في اول 4 سنين، في اولى وثانيه وثالثه ورابعه، انت غالبا هتبقى على النظام الجديد اللي هو بتاع الموديولز. هو النظام اصلا شغال سيستمز، فده هيبقى كويس جدا بالنسبة لك ان انت تبدأ في ستيب 1 سيستمز، تاخد كل مديول مع يعني تاخد كل مديول في المعادلة مع الكلية، وتبدأ مثلا تسمعه من حاجة زي بورز اند بيوند، او ايا كان السورس اللي انت هتشتغل منه، كابلان، باسوما، بورز اند بيوند، لو هتبدأ كورسات مع اي بروجرام يعني موجود بس، وتبدأ تمشي مثلا الكلية مع مذاكرة المعادلة، وخد وقتك يعني، خليك نون كوندنسد يعني، ما تقولش مثلا ان انا عايز اخلص بسرعة وادخل الامتحانات في وسط الكلية، لان في النهاية يعني انا دايما يعني، هو في ناس ممكن تختلف معايا في الرأي ده، لكن انا مش بنصح اي حد ان هو ياخد امتحانات سواء ستيب 1 او 2 سي كي قبل ما يخلص كل 6 سنين في الكلية. هو انا كنت بفكر في الاول ان انا عايز اخد امتحانات مثلا في سنة 5 او بعد سنة 5 او بعد سنة 6، لكن يعني لما خلصت ودخلت امتحانات في الامتياز، اكتشفت ان انا لو كنت مثلا دخلت ستيب 1 قبل ما اخد بطنه، او قبل ما اخد جراحه او نساء او اطفال، كنت هجيب يعني على الاقل 10 درجات اقل. فانا رايي ان انت طول فتره الكليه ما تفكرش ان انت تدخل امتحانات، عندك سنه الامتياز ممكن تكوندنس نفسك بسرعه لو انت مجهز نفسك في سنين الكليه وتدخل الامتحان. طيب بديل لكده بقى يعني، عندك فترة الكلية دي مجال واسع جدا ان انت مثلا تعمل فيها حاجة زي الالكتيفز، خصوصا ان انت طالب وفرصك اعلى ان انت تعمل هاندز اون اكسبيرينس. فرأيي اللي ممكن الناس تختلف معايا فيه، اثناء فترة الكلية ما تدخلش امتحانات، يعني بدل كده خد الالكتيفز واعمل ريسيرش وجهز نفسك كويس جدا كمذاكرة، لكن اجل خطوه الامتحان. لو عايز بقى تاخد الامتحان، لا يعني اعمل ام بي ام اي او اعمل اي اسسمنت، ولازم تبقى واثق جدا ان انت هتجيب التارجت سكور بتاعتك. طبعا بالنسبه يعني لستيب 1، الناس اللي في سنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه، او اي يعني او اي حد هيقدم في الماتش بعد 2022، فبالنسبه له ستيب 1 هتبقى باس فيل، فالسكور مش هتفرق معاه. هل مش هتفرق معاه فعلا، ولا هل البروجرام دايركتور هيحطها في الحسبان لأي سبب؟ يعني الكلام ده لسه بدري قوي ان احنا نتكلم فيه. فاللي عايز اقوله يعني ايه، ما تخليش النقطة دي في دماغك قوي، ذاكر على قد ما تقدر. عايز تدخل الامتحان يعني في السنين دي، ادخل وهات اعلى سكور ممكن تجيبه، ما تفكرش قوي في نقطة اصل السكور مش هيتحسب. ذاكر على قد ما تقدر، لان في النهايه حتى مذاكره ستيب 1 هتفيدك في ال 2 سي كي، وهتفيدك في حياتك يعني. ف يعني دي نصيحتي عامه. برضو بالنسبه للستيودنت، هو هيبقى مثلا عنده الوقت بتاعه دايما مشغول، دايما عنده امتحانات، دايما بيقطع في المذاكره. فكان في كده يعني ابروتش كان قاله دكتور محمد عبد الفتاح، اللي هو بتاع بريباريشن كورس يعني، كان بيقول ان انت دايما حط مينيمم تايم وافريج تايم وماكسيمم تايم. يعني انا مثلا المينيمم بتاعي في اليوم ساعه، والماكسيمم 4 ساعات، والافريج ساعتين.
فدايما اتحرك في وسطيهم. يعني لو فترة مثلا انت مزنوق وعندك امتحانات خليك على المينيمم، لكن ما تبطلش مذاكرة ابدا. يعني دايما خلي مثلا الـUSMLE exams، الـUSMLE preparation بتاخد مثلا منك ساعة في اليوم على الأقل، الماكسيمم بتاعك مثلا 4 ساعات في الأيام اللي انت فاضي فيها، الأفريج يعني 2 أو 3 ساعات. ظبط نفسك في الابروتش ده، وابدأ اتحرك فيه مينيمم افريج ماكسيمم براحتك يعني. ولما تاخد الاجازه ممكن تستغل الاجازه دي ان انت تراجع او ان انت تخلص حاجات في اليوسم دي ايه ما كنتش قدرت تخلصها في ايام الدراسه يعني. بس وده بالنسبه مثلا للنون كوندنس استراتيجي بتاعت اول الناس اللي في اول 4 سنين، اولى وثانيه وثالثه ورابعه. بالنسبه للناس بقى اللي في 5 و6، فانا يعني المفروض ياخدوا نفس الاستراتيجي دي، لكن هيبداوا بستيب 2 سي كي. ليه هيبدا بستيب 2 سي كي؟ لان هي اقرب للبطنه والجراحه والنساء والاطفال اللي هو بياخدهم، فهيقدر ان هو برضو يذاكر الموديول في الكليه ويذاكر معاها للمعادله. وبرضو نفس النصيحه يعني، ما تاخدش اي امتحانات الا لما تبقى واثق ان انت هتجيب فيها السكور اللي انت عايزه. اخر حاجه بقى بجاوب فيها على سؤال واحد بيقول لي انا ما بداتش اي مذاكره لليوسمل اي وعايز ابدا، وهو مثلا في امتياز او هو جراديويت وفاضي فتره مثلا 6 شهور او سنه عايز ياخد فيها امتحان او 2. فبالنسبه مثلا ابدا ستيب 1 الاول ولا ابدا السي كي الاول، انت حر يعني، ممكن تبدا ده او ده. وهتفرق برضو على انهي ماتش سيزون انت ناوي تقدم عليه. يعني لو انت ناوي تقدم في اللي هو اللي جاي 2021 او 2022، فانت كده كده لازم تاخد ستيب 1 الاول علشان ستيب 1 سكور هتبقى لسه موجوده، فلازم تركز فيها وهتفيدك كده كده في ستيب 2 سي كي. يعني انا مقتنع ان ستيب 1 المفروض تتاخد قبل ال 2 سي كي. لكن لو انت مثلا ناوي تقدم في سنة مثلا 2023 او 2024، لا خلاص خد السي كي الاول واستنى ستيب 1 لما تبقى باس فيل وتقدر تاخدها في الاخر. يعني في النهاية يعني هو قرارك، يعني مش هقدر احدد لك انت المفروض تعمل ايه. بالنسبة للي عايز يذاكر ستيب 2 سي كي، فهي كده كده يعني اي بريباريشن لستيب 2 سي كي بيبقى كوندنسد، لان هي الريسورسز بتاعتها اصلا قليله وبتعتمد اساسا على اليو وولت. فممكن تشوف الجزء بتاع الاكسبيرينس بتاعتي بتاع السي كي، هتلاقي ان هو يعني انا خلصتها في 4 شهور، فممكن تريبليكيت ده او ممكن يعني تعتمد عليه وانت بتحط البلان بتاعتك. بالنسبه لستيب 1 بقى يعني لا، هي اللي ممكن تتوه فيها شويه. فانا حطيت لك يعني بلان كده انا شايف ان هي منطقية ممكن تستعملها لو عجبتك. يعني البلان دي هتبقى متقسمة 3 فيزز وفاينل فيز بتقفل فيه الدنيا بعد ما تخلص. كل فيز يعني ممكن تاخد منك شهرين، ممكن تاخد اكتر او اقل على حسب الباك جراوند بتاعتك وعلى حسب هتذاكر قد ايه في اليوم وعلى حسب حاجات كتير يعني. فانا متوسط يعني بقول متوسط شهرين في الفيز. كل فيز فيها شويه سيستمز وواحده وسبجكت بره السيستمز دي يعني. فمثلا فيز 1 هتاخد فيها كارديو ورينال وتشيست كسيستمز، هتاخد فيهم اناتومي فيسيولوجي باثولوجي فارما، وتذاكر معاهم مايكرو اميونيتي. اشمعنى المايكرو اميونيتي؟ لان هم كده كده مش واقعين في اي سيستم، وفي نفس الوقت مثلا مايكرو هتلاقيه ان هو ماشي كويس قوي مع الرينال والتشيست، في chest infections كتير ورينال infections كتير، البايلو نفرايتس والستايتس والكلام ده. فهتلاقي يعني المايكرو هتبقى لسه فاكره من او لما تشوف الانفكشنز دي هتبقى لسه فاكرها في المايكرو. نفس الكلام الاميونيتي، الاميون ديزيز برضو هتلاقيها بتتكرر كتير في الرينال وفي الشيست تحديدا يعني. تاني فيز هتبقى تاخد فيها برضو 3 سيستمز، اندوكراين وريبرودكتيف وجي اي تي. الاندوكراين والريبرودكتيف بتحس ان هما يعني ريليتد لبعض قوي، والجي اي تي هتاخدها معاهم في نفس الفيز دي، وهتاخد معاهم بايوكيمستري وجيناتكس. ليه برضو بايوكيمستري وجيناتكس؟ لان البايوكيمستري هتحس ان هو مرتبط شويه بالاندوكراينولوجي، الحاجات اللي هي بتاعت الهرمونز والميتابوليزم وكده،
وبرضه هتلاقي البايوكيمستري مرتبط ب مرتبط معاك في بالجي اي تي في الانزيمز والميتابوليزم والليفرز وكده يعني. الفيز رقم 3 هتبقى نيورولوجي وماسكروسكريتال وهيماتولوجي، برضه هتلاقي النيورولوجي والماسكروسكريتال يعني ريليتد، الدياجنوز بتاعهم قريب شويه من بعض. هتاخد معاها البيهيفيرال ساينس لان هو اللي فاضل في الحاجات اللي ملهاش سيستمز، ولان السايكولوجي والسايكايتري هتلاقيه برضو ريليتد شويه للنيورو. اخيرا بقى يعني بعد ما تخلص الست شهور دول مثلا، هيبقى بقى فاضل ان انت تكوندنس نفسك كمان في شهر ولا شهرين، تحل فيديو وورد وتحل وتعمل الام بي ام ايز وتراجع الفيرست ايد كله، وبعد كده تحدد يعني تشوف الاسيسمنت بتاعك وصل لحد فين، هل حققت التارجت سكور اللي انت كنت ناوي عليها ولا لا، وبناء عليها تشوف انت هتحجز الامتحان ولا لا. فده يعني مقترح كده لستيب 1 بلان ممكن تمشي عليها لو انت ما بدأتش اي حاجة وعايز تنجز ستيب 1 في فترة قليلة. وزي ما قلت بالنسبة للسي كي يعني لا يعني لو انت عايز سي كي اعتمد على اليو وورد، وخد معاها اي سورس زي اونلاين ميدد مع اي كتاب الفيرست ايد مثلا او الحسيني. في النهاية يعني تحضير السي كي ما فيهوش متغيرات كتير، ما فيهوش ريسورس هاير يعني، ف اعتمد يعني على الكلام اللي احنا قلناه في الاكسبيرينس بتاع السي كي، وبالتوفيق يعني ان شاء الله. في الاخر بقى يعني انا عايز اوجه كلمة للناس اللي امتحاناتها اتأجلت بسبب الكورونا اوت بريك ده. انا طبعا عارف ان الموضوع صعب جدا يعني، انت لو كنت مجهز نفسك ان انت هتدخل امتحان والامتحان ده اتأجل، فالموضوع ممكن يبقى صعب نفسيا، ممكن تبقى مش عارف دلوقتي اللي هو تذاكر، مش عارف واقف مكانك، مش عارف هتعمل ايه. ف يعني ربنا معاكم، انتوا يعني قدها ان شاء الله. حاول في الفترة دي اللي هو تعلي السكور بتاعك، انت ممكن تستغل الفترة دي، ممكن تكون دي يعني من عند ربنا علشان تعلى 10 بوينتس في السكور بتاعتك يعني. بالنسبة للكورونا هتأثر ازاي على الماتش، هتأثر ازاي على الاي ام جي مثلا بعد كده، يعني محدش يعرف. انا دورت مش لاقي يعني مش لاقي حاجة، في ناس بيقولوا ان الموضوع هيبقى اسهل، في ناس بيقولوا ان هيبقى في بعد كده اهتمام بالنسبة للميديكال كير يعني، فهيحتاجوا ناس اكتر. لكن يعني عموما يعني حاول وانت ماشي في الباثوي ده سيب كل حاجة لوقتها، لان طول الفترة اللي انا كنت بذاكر فيها في الفترة اللي فاتت كان في حاجات كتير بتطلع والناس تقعد تتكلم فيها كتير، وبعد كده نكتشف ان هي مش عامله فرق يعني مش عامله فرق كبير، او ان هي ما فرقتش مع حد يعني. في مثلا حاجه زي الاوباما كير اللي كان طالع من 5 سنين تقريبا، كانوا بيقولوا ان هو هيغير الموضوع تماما، وان الاي ام جي هيزيده ومش عارف ايه. بعد كده جه ترامب فقفل الموضوع وبداوا يتكلموا ان الاي ام جي مش هيبقى ليهم فرصه. الاي ام جي بالمناسبه اللي هم النون امريكان جرادويتس اللي رايحين يقدموا على الماتش يعني. فانا قصدي ان ساعه ما بدا ترامب مثلا، الناس كانوا بيتكلموا ان احنا مش هيبقى لينا فرصه كاي ام جي ومش عارف ايه، وبعد كده الامور يعني الماتش مثلا لحد السنه اللي فاتت نسبه الاي ام جي في الماتش بتزيد وكده. فحاولوا يعني ايه ما تشتتوش نفسكم، طالما انت بدات في باث واي خليك ماشي، خليك فليكسبل يعني، وان شاء الله يعني ربنا يوفقك.